مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون هناك أمطار محدودة جدا في أقصى المنطقة الشرقية من المملكة أيضا لفترة محدودة اليوم وغدا، وهناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين، وأتربة مثارة على الطريق الصحراوي وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع. أما الخرائط التي تبين درجات الحرارة فنلاحظ أن الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، هذا اللون الأصفر، لكن اعتبارا من يوم الاثنين إن شاء الله بتبلش بنشوف اللون الأحمر يؤثر على المملكة، وبالتالي هذا يعني أن هناك كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله، تؤدي إلى ارتفاع ملموس وواضح وكبير على درجات الحرارة. هذا واضح، وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية، أجواء تقريبا صافية يتخللها أحيانا ظهور بعض السحب العالية، والملموسة بحدود 12، يعني درجات الحرارة تقريبا حول معدلها الصغرى لكن أعلى بقليل درجة إلى درجتين. وبالتالي فالأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء مشمسة لطيفة في النهار لكنها تميل للبرود ليلا، العظمى 20 والصغرى 10، اعتبارا يوم الاثنين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، يعني يوم الاثنين بتكون بحدود 23-24 العظمى، أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب، بتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل مع بين درجة إلى 3 درجات، والصغرى بتكون بحدود 16 درجة أعلى من المعدل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، والثلاثاء ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة حيث تصبح الأجواء ما بين دافئة إلى حارة نسبيا، العظمى المتوقعة راح تكون بحدود 29-30، والأجواء أثناء الليل لطيفة ودافئة، والصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة من المملكة بدءا من المناطق الشمالية، إربد 23-12، عجلون 22-11، جرش 23-12، المفرق 23 إلى 10 درجات مئوية. أما المنطقة الوسطى البلقاء 21-11، مأدبة 21-11، عمان 20-10، البحر الميت 30 إلى 19، والزرقاء 24 إلى 11 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الكرك 21-10، الطفيلة 21-11، الشراح 19-9، إمعان أجواء مغبرة 24-12، فبنلاحظ الأجواء تقريبا لطيفة في النهار لكنها تميل للبرود بالليل في معظم مناطق المملكة، العقبة 31 إلى 15 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة غائمة جزئيا في أقصى شرق المملكة، يعني على الحدود الأردنية العراقية مغبرة وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط أو احتمال سقوط زخات رعدية من مطر في هذه المنطقة، محصورة على هذه المنطقة ولفترة محدودة. الأزرق الحرارة المتوقعة العظمى 28 والصغرى 13، الصفاوي العظمى المتوقعة 28 والصغرى 12، الرويشد 29 إلى 15 مع سقوط زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، هذا احتمال في الحدود الأردنية العراقية أقصى شرق المملكة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع